حكينا كل شيء في اشياء على الاعراس. هات لنفوت لك بالدي جي. عنده الدي جي اصلا قاعد لحاله، بيجي هيك مالك قاعد هيك معرم حاطط رفقاته حده اراجيل، وعنده سي دي دبكي واحد شعالي وتررن تررن كل السهرة تررن، وعنده ميكروفون بيحمي برموش عيونه، هيك بتخلاش عنه الا بثلاث حالات بس. جد العروس بدي يقول لها موال او ستة بدها تقول لها اوها. اثنين اذا بهالبيس الاولاد عم يلعبوا على الفيرست دانس، يا اخي كل وحده عندها ابن تحطه بحضنها يا زلمه، قال عيد ميلادي ده مش عارف. واذا في سياره سوداء مسكره الطريق اجباري بيجي الجاتو، بس نحس الجاتو طال دغري كلنا هيك بنقعد بنتعب فجاه جاي عم يجعبونا. وشوبت من الرقص تعي نقعد بنقعد قالوا كثير ناطرين يلا الا ما ينولونا قطعه. بطل 16 طابق ضايف ست امتار، حتقصوا جاتو ولا حتحاربوا الكفار؟ وبصيروا بدهم يقصوا الجاتو. هون طبعا بتطلع تيرارا ريرارا مع قادم الساهر، احبك جدا سلو موشن تيرارا ريرارا، وبيخلصوا وبيزقفوا لهم بده هو يطعميها وهي الطعميه، وبتتشابك الشوك ببعض. يا اخي التطعيم فهمنا، بصير هو بده يشربها وهي بدها تشربه، وبتصير عم تدور على تمه، هو عم يدور على تمه، عم يجربوا يشربوا بعض على شوي لعبه التريك شو اسمها هي تويستر. خلص كل واحد صاحنه وكبيته انه ما فهمتش حركات الرومانسيه هيدي، وبيبرموا على السيف وبيطلع مبروك مبروك. يا زلمه 16 طابق لون مزهر بتوصل لنا القطعه لونها بني. هلا عندك بس بدها تفل العالم انه اني فاتوا على العرس سلموا، بس بدهم يفلوا ليش بدهم يسلموا؟ ما خلص شفناكم جيتوا. لا هلا بنكتشف اذا بيحبونا العرسين ولا لا، اذا بيقولوا لنا خلوكم تصوروا بيحبونا. مع عم تصورت ثلاث صور، نحن معنا ما تصورتش ولا صوره. ليش؟ هيك بيحكوا. وبيجي بدها تفل العروس، وهون الدي جي بيشيل الدبكه بحط لها قبل ما تروحي معه روحي معه وتوصى فيها يا ابني وحطها بين عيونك. هودي هيك بيجوا هيك على البي ليبكوا البي، وبيا كل الوقت تعب عليها وعطاك اياها، وبتصير هي تبكي والمكياج اللي حقه 300 دولار ينزل على جبينها، وهي نايله على الطابق فوق بيت اهلها. هي اكيد اهلها هي نايله على الطابق بس فوق بيت اهلها، عمروا طابق طلعوا طابق شو بصبوا السقف صبوا السطح وطلعوا بس.